اليوم مثل ما شايفين عم نفتتح مهرجان بيروت ورنم النسخة الـ 12 لبيروت ورنم هالمهرجان يلي صار له 12 سنة بيقدم للبنان وللشعب اللبناني ولكل الطبقات اللبنانية مختلف انتماءاتها من الليلة رح يكون في عنا افتتاح المهرجان باستذكار 250 سنة على ولادة بيتهوفن ورح يكون أول مهرجان بلبنان عم بيحتفل بهاليوبيل عبر القداس عنده مجار هالقداس يلي رح يقدمه جو الجامعة الأنطونية قدمه الأوركسترا الفيلهارمونية الوطنية ومغنين ومنشدين من أوبرا دو باري الأكاديمية دو الأوبرا دو باري بدي أتشكر الرهبنة الأنطونية الكواير الرئيس الكل اللي كل سنة بفضل الدكتور الأب توفيق معتوق عم بيطيروا للمهرجان على العالي وبيرفع اسم لبنان معه إن شاء الله أنه نوصل سوا لعيد ميلاد مجيد وبتأمل أنه كلنا سوا نكون حد الوطن ونرنم بيروت ترنم للوطن شكرا الليلة بيروت يرنم للوطن لأنه يرنم للوطن لأنه بيتهوفن الليلة بالقداس اللي حنسمعه هو كان كل وقت عم بيبرم على السلام بحياته والموسيقى يلي عملها هي موسيقى كتير سلامية بالبداية وبآخرها بيروح القداس يخلص بيعطينا السلام